والدة زوج ماير عيدي تشاركها الرقص في حفل زفافها، لقطات مؤثرة جمعتهما. لا تزال أجواء حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة ماير عيدي والشاب شريف فهمي كاراغولا والذي أقيم في العاصمة اليونانية أثينا تحظى بتفاعل واسع من قبل المتابعين. ومن أبرز اللقطات التي لا زالت تتصدر حديث المتابعين ظهور سيدة الأعمال سهام عسيلي تويني وهي ترقص إلى جانب ابنها العريس خلال حفل زفافهما الذي شارك فيه الفنان المصري عمرو دياب وكان يغني شكراً من هنا لبكرة. وقد خطفت والدة العريس الأنظار بإطلالتها الراقية وجمالها الملفت. هذا وكانت احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة ماير عيدي بزفافها على الشاب شريف فهمي كاراغولا بحفل ضخم أقيم في العاصمة اليونانية أثينا، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل الذي أحياه الفنان المصري عمرو دياب. وفي سياق متصل، اختارت ماير عيدي فستان زفاف ملكي من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيئة في حفل زفافها، ولفتت إطلالة العروس أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنعومتها، وتميز الفستان بأنه بلا أكمام وطرحة طويلة مطرزة بالورد. وكانت قد فاجأت ملكة جمال لبنان السابقة ماير عيدي جمهورها قبل أيام بفيديو نشرته على حسابها عبر إنستغرام أعلنت فيه أنها ستحتفل بزواجها للمرة الثانية خلال أشهر. وفي التفاصيل، احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة ماير عيدي نهاية هذا الأسبوع بزفافها الكنسي في اليونان، إذ نشرت صوراً عبر حسابها الخاص على إنستغرام وثقت من خلالها التحضيرات لزفافها الذي حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء وكان عرس نهاية الموسم. Guys, I'm getting married in less than a week. نشكر الله. Thank God. بعد في أربعة أيام قبل عرسي لأنه تقلالي. By the way, you have to see what's happening here. أرجيكم my wedding day shoes that I'm so excited to show you. أصلاً لون الفستان حيكون زيت لون الشوز. وأكيد حيكون أبيض بس إنه في different shades of white. Like you don't understand the level of excitement that I have. I'm gonna be wearing this. Do you understand? Can you see that? Do you see it? وكانت قد دخلت ملكة جمال لبنان السابقة ماير عيدي القفص الذهبي في أيار الماضي مع الشاب فهمي كاراغولا في حفل فخم أقامته في لندن. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، إذ كانت احتفلت مايا بزفافها مع العائلة وعدد من أصدقائها المقربين.